أياليكم فوق شباب، أياليكم فوق إلى الله، ما من ديننا لغير الله، ما محتاجين أحد يجي يتعطف علينا، إحنا نطالب بحقوقنا ورايحنا ناكل إن شاء الله. وها نحن اليوم نمد أيدينا للواحد الجبار وننادي يا الله يا الله يا الله يا الله قال الأخ صادق أنه لا تنازل في هذه الجريمة بحق أكثر من 5000 عائلة. ونواجه الشارع، جماعة راح يصورون. تراجع لا تراجع لا تراجع لا تراجع لا تراجع لا تراجع لا تراجع حق العودة حق صافة لا تراجع لا تراجع كل العالم شاهد سامع لا تراجع لا تراجع رقم 32 للمفصولين. اني خرج واحد من وزارة العمل، انتوا اليومين تصرحون للتشاور، حياكم وتشاوروا. احنا حاضرين نسمع الجميع، لان صاحب الحق ما يخاف، صاحب الحق صاحب حجة. بدل ما نقعد نصرح في الجرائد، ملف المفصولين في البحرين منذ 3 سنوات هو أحد تجليات الفشل لدى السلطة التنفيذية في معالجة الملفات. وربما هذا الملف الإنساني هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وهو أحد تجليات فشل وزارة العمل أيضا ممثلة بمسؤوليها في حلحلة هذا الملف. فبدلا من أن تسعى السلطة التنفيذية وتسعى وزارة العمل لحل ملف المفصولين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، تمعن في إذلالهم، تمعن في المضايقة عليهم وفي المضايقة على حتى من أرجع منهم إلى عمله. وزارة العمل أيها وزارة العمل أيها وزارة العمل كفاك زور ودجل أيها وزارة العمل وعودك طعم العسل الآن مع كلمة الاتحاد العام لنقابات فصل العام المدرج لم يغلق ولم تغلقه النقابة، لأن حق العامل بالعودة للعمل وهو الذي يختار. أما ما جرى من سنة 2012 فيما يسمى إعادة هيكلة شركة طيران الخليج فهو عاري عن الصحة. ما يجري في شركة طيران الخليج ليس إعادة هيكلة وإنما انتقاء